الحمد لله من أشهر الأقوال في السنن الرواتب اثنتان قبل الفجر أربع قبل الظهر ثنتان بعدها ثنتان بعد المغرب ثنتان بعد العشاء تكمل نقص الفرائض أولا سبب لمحبة الله ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه ثالثا الصلاة خير موضوع كل ما سجدت سجدة أكثر تكون أقرب إلى الله اعني على نفسك بكثره السجود كما قال عليه الصلاه والسلام